السلام عليكم الديكوين رسالت لي ليكم انتم بتصنطوه اديلوا ادرسوه زين. يعني كثير من يال العرب سالتهم ما سالتها هسه بتشير خلاص بقوم لك ده جانواري فبراير مارس ابريل ماي جون جولاي اغسطس سبتمبر اكتوبر نوفمبر ديسمبر ديلي يعني هنا نجرينا الكاميرون كلها كيف سالتهم بقول لك جانفري فبراير شنو شنو ماش بقول له شنو 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 زي كان بيسوي لي كل كل حكم واي بقول لي هسه بتشير بالعرب خلاص الله مطبل رمضان ده خلاص ما بيعرف شيء وانت تقر ذاك كله انت تقر كل ما بيعرف كل شيء ما بيعرف تشير بالعرب كل شيء والتشور حساب التشور بالعرب ده انينا بكاننا انينا العرب ده انقسم بكان سنين فيها نجد حساب نجد لنا كل في انا دار برا كل في ميروف وفي الحساب انا العرب الميروف كل في ماشي موقف في جريناتا كسالتهم تشور العرب كلمت عشان كده يعني واجب سمار الاسلام ده منقل العرب سمار الاسلام ده واجب كبس تشورنا انينا هنا الاسلام ده واجب لنا نعرف شيء نعرف ما في الا رمضان بس رمضان جرى خلاص منكم رمضان رمضان منكم شايل جنايك يا ماشي رمضان رمضان هي سبب كم يوم اللي كان يعرفه رمضان ايه قبل خلاص كل شيء كل يعرفه ما كان لكم بصغيرة في البيت ولا بعيالك بسألهم قول لهم بيجوا يسوا لكم تشور هنا العرب هنا هنا الاسلام الا كان اللي قلت صغيرة بعض المجاهدين ليه وفاكرين فيه وكيد يقولوني بيعرفه ولا سنة في الاسلامية اصغير ما الا نسخ الاسلامي كده دخلنا انت ذاتك كل واجب وكواد تسأله وكيف كان الشباب اللي بيرفع ما أكثر من الإيال لبا خشى إيالنا في ليغوس وكذا يعني ما قلت ما بيعرفوا ما بيعرفوا في عمك وعن ما بيعرفوا كل فيه وبيعرفوا كل فيه عشان كده اليوم جوكو بتشورنا هنا العرب يعني المعروفات بكتبان ليه كل جاي وهنا العرب هنا ضرب برا كل جاي أول شهر أول في الإسلام ده شهر محرم وبس هو بس النيوية هنا يعني قاعدين في جانواري نيوية ما أدري أنين الإسلام ده بس نيوية هنا يعني محرم سفر ربيع الأول ربيع الثاني جمادى الأولى جمادى الثاني رجب شعبان رمضان شوال ذو القعدة ذو الحجة ديلة تشورنا هنا هنا الإسلام المعروفات هذه لك هنا جدنا هنا جدنا هنا ضرب برا بقول لك ضحية الثاني ضحية الثاني هي بس محرم ضحية الثاني تبدا فريد توم الأولاني توم الثاني توم الثالث توم الرابع لقوني رجب قصير قصير ربع شعبان ده رمضان فطر فطرين ضهية الأولانية ضهية الأولانية دير تشور جداننا بجدولنا هنا دار برا دولة حساب ممكن أما شفتوا شفتوا كم الشعب يعني كم كتبت بينكو من وينكو مقابل القبيلة التي يعرفوا عشان كده ما بيعرفوا يدرسها كنام سألوا قال لي إيه سبب تشور بالعرب دي يعرفان كان هنا دار برا ديلا هنا جدولنا كان هنا العرب المعروفات هنا الإسلام كان ديلا